مشاهدينا الكرام مساء الخير، كل عام وانتم بألف خير. أضحى مبارك، إن شاء الله تكون الأيام تعدت على أحسن ما يرام في الفترة الماضية. إذا مشاهدينا الكرام، مع للأسف ازدياد الحالات وسوء الوضع الوبائي في ليبيا، من خلال حلقة اليوم في خليك في الحوش بتقولي لها العديد من الوقفات، إن كان مع آخر قرارات، إن كان اللجنة الاستشارية في مدينة بنغازي، أيضا الإغلاق التام الآن موجود في مدينة مصراتة، وكذلك سرت وإعلان الحالات في مدينة طبرق، والإعلان المفاجئ لمنظمة الصحة العالمية أنه قد لا يوجد حل لأزمة كورونا. كل هذا وأكثر في حلقة اليوم، خليك في الحوش. زي ما قلنا مشاهدينا، عندنا العديد من المواضيع اليوم في حال الدار الصراحة، ملاحظة الآن ومع ازدياد الحالات خاصة كان في مدينة مصراتة وفي مدينة سرت. في البداية ازدياد الحالات هذا كان متوقع من البداية، نظرا لتقصير الدولة والمؤسسات وقطاع الصحة إلى آخره، لكن في البداية لازم تكلموا أن الموضوع بسيط جدا، خليك في الحوش ولبس الكمامة، بهذه الطريقة تقدر تنتصر على كورونا. أغلب الدول اللي انتصرت على الكورونا ياما كان الإغلاق تام زي ما دارت الصين ونجحت في ذلك، وأيضا معتمد على الوعي الكبير عند المواطنين، وهو البقاء وعدم الخروج من المنزل من الحوش إلا في الحالات الضرورية والضرورية جدا، وأيضا لما تطلع لازم تكون لابس كمامة. بهالبساطة شوف الموضوع ما سهلة، بالبساطة هذه نقدر ننتصر على كورونا. بعدم الاكتراث وعدم ارتداء الكمامة والطلوع في كل وقت، هذا بيسبب انتشار كورونا، وكنا نعرف قطاعنا الصحي في الوقت هذا معاش ينفع الحديث الميزانية وين مشي المليار وين محمد أيت، الكلام هذا كله معاش في اللي فائدته. فائدة الآن مرتبطة بنا احنا، واحنا فقط اللي نقدروا ننتصروا على كورونا. إذا خلينا نقول لكم سؤال حلقة اليوم، وهو على الإنكار وحالة الإنكار الموجودة في المجتمع الليبي عند بعض المواطنين. ليش في حالة إنكار، وأيضا علاش أو مدى خطورة هذا الإنكار اللي موجود في عدد كبير من المدن الليبية؟ مش يقولوا أغلب المواطنين، لكن في نسبة لا بأس بها عند الناس تتكلم على الموضوع هذا. قبل ما نبدأ ونمشي للخريطة الدولية، في مناشدة جت من مجموعة أشخاص توجهوا لزاوية الدهماني قبل العيد، مشوا لزاوية الدهماني باش يديروا الكشوفات، مستشفى زاوية الدهماني طبعا، داروا الكشوفات، قالوا لهم ولونا بعد 3 أيام، امشوا بعد 3 أيام، والأشخاص نعرفوهم يعني بأسمائهم موجودين. بعد 3 أيام لما توجهوا قالوا لهم أرجعوا لنا بعد يومين، جاي العيد والعطلة كده، رجعوا بعد يومين، فتفاجئوا قالوا لهم راهو ما عندناش النتائج، بروا المركز الوطني مباشرة انتو يعطيكم. فتوجهوا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لما وصلوا غادي قالوا لهم راهو تحليلاتكم وصلوا 12. ففي تخبط كبير، في لامبالاة، في عدم مسؤولية، والناس كلها تتساءل تقول بقى علاش رئيس الدولة ما طلعش يكلمنا، وين وزارة الصحة، علاش ما فيش بيانات الفترة الأخيرة وخاصة الآن مع زياد. أولا السراج في إجازة عيد موجود في بريطانيا، قاعد مع عائلته، ما هو عائلته موجودة في بريطانيا فماشي بيعيد معه. سيد محمد هيثم في تركيا، ماشي حتى هو إجازة في تركيا لأن حتى هو عائلته موجودة في تركيا. أما إحنا اللي عائلاتنا وأهلنا وناسنا موجودين في ليبيا، ما الله غالب علينا. الحل زي ما قلنا لبس الكمامة وخليك في الحوش لأطول فترة ممكنة، بالطريقة هذه نقدر ننتصروا على كورونا إن شاء الله. وما تخافوش، الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. تعالوا نمشوا للورلد ميترز انفو نشوفوا آخر الأرقام والتحديثات ومدى انتشار الفيروس عالميا. تجاوزنا 18 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس على مستوى العالم، بالضبط 18,344,776، بينما الوفيات 694,820 حالة وفاة، بينما حالات الشفاء 11,542,000 على مستوى العالم طبعا، 569 حالة شفاء كاملة. نمشي نشوفوا أكثر دول العالم المتضررة. الولايات المتحدة الأمريكية اللي تقترب من 5 مليون إصابة بالفيروس، اليوم الإصابات الجديدة في أمريكا 14,169 أو 196،
و130 حالة وفاة. البرازيل عندهم 2621 إصابة جديدة، بينما الهند عندهم 47454 إصابة جديدة اليوم فقط. نمشي روسيا 5394 إصابة جديدة وعندهم 79 حالة وفاة اليوم في روسيا. جنوب أفريقيا أكثر دولة في أفريقيا متضررة، تجاوزت 500,000 إصابة منذ بداية انتشار الوباء. المكسيك 4853 إصابة جديدة و274 حالة وفاة. تشيلي عندهم 1762 إصابة، 99 حالة وفاة. أسبانيا 3044 إصابة جديدة، بدت تزيد الأرقام بشكل ملاحظ في أسبانيا. أخيرا شوفوا المملكة العربية السعودية، والإصابات اليوم 1258 إصابة و32 حالة وفاة شهدتها المملكة العربية السعودية هذا اليوم فقط، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 280,093 إصابة منذ بداية انتشار. كانت هذه جولتنا على الورلد ميترز انفو، تو نمشي نشوفوا آخر مستجدات الوضع الوبائي في ليبيا. إذن 146 إصابة جديدة، كان هذا آخر إعلان للمركز الوطني اللي بدأ يتأخر جداً جداً في إصدار البيانات بشكل يومي، مش عارفين ليش الصراحة الشيء هذا. زي ما قلنا ما تخافوش، الأرقام كبيرة للأسف، إجمالي التحليلات تو خلينا نشوفوا إحنا البيان باش ناخدوا الأرقام بالضبط ونقارنوا. العينات اللي أخدها المركز الوطني في البيان رقم 148 كانت 907 عينات، وزعت كالتالي: المرجع صحة المجتمع طرابلس 472، المركز الوطني مصراتة 290 عينة، المركز المرجعي زليطن 80 عينة، مستشفى طرابلس الجامعي 21 عينة. اليوم طبعا في قصة صايرة في مستشفى طرابلس الجامعي. فرع المركز الزاوية 40 عينة، وفرع مركز سبها 4 عينات. هذه 4 عينات سبها ما فهمتهاش. عموما 146 إصابة جديدة شهدتها ليبيا، 69 حالات جديدة، 77 لمخالطين. سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 4 حالات شفاء، تماثلت للشفاء الحمد لله، وعندنا أيضا 3 حالات وفاة. زي ما قلنا هذا البيان صادر يوم الأمس. لما نقوله من إجمالي 907 عينات باهي طلع عندنا 146 إصابة، معناها نحكو تقريبا احنا 15% أكثر، لو بناخدوها بنلقوها أكثر من 20%. يعني اللي بنقوله أنك أنا بنديره 10,000 تحليل في اليوم، معناها بنكتشفه من 1500 لل 2000 إصابة طبعا. ولو بنوصله مثلا فجأة لل 100,000 حنكتشفه تقريبا 15,000 إصابة. المعنى من الكلام هذا إن في تفشي كبير لفيروس كورونا في ليبيا. الحمد لله في ناس ما تطلعش عليها أعراض، الفيروس مش قوي هلبة في ليبيا زي بقية الدول، هذا أمر نحمد عليه ربي. لكن يعني معلش ما نزيدوش في عدد التحليلات بشكل كبير. احنا عارفين إن في ضغط طبعا من وزارة الصحة ومن السيد محمد هيثم تحديدا اللي ما يبيش يزيد عدد التحليلات، لأن يعرف قطاع الصحة مش جاهز لمثل هذه الأمور وتفاقم الوضع. زي ما قلنا بالله أنا بنعيد الموضوع مرة تانية لأنه مهم، هو أن في زاوية الدهماني ولما الناس مفروض أعلننا إحنا وعلى المركز الوطني الناس كلها أعلنت أنه مفروض تتوجهوا لزاوية الدهماني غادي بديروا الكشوفات والمسحات. الناس توجهت لمستشفى زاوية الدهماني قالوا لهم أرجعونا بعد 3 أيام،
رجعوا لهم بعد 3 أيام قالوا لهم رجعوا لنا يومين تو إجازة العيد. تصوروا يعني. جو بعد يومين يعني بعد 5 أيام. تخيل قداش خالط وين مشي شندار وهو احتمال إنه عنده إصابة. بعد 5 أيام قالوا لهم راهو ما عندنا كنت تبي بسرعة هكي يمشي للمركز الوطني مكافحة الأمراض. مشوا المركز الوطني قال لنا فلان فلاني تحليل نبي نعرفه ومجموعة أشخاص تقريبا 12 شخص قالوا لهم لا عيناتكم وصلتناش. فتصوروا هم قاعدات بزاوية الدهماني راحوا في الطريق تكذبوا على الناس ما تاخدوش في عينات أساسا ما ديروا لهمش في تحليلات تاخدوا غير في فلوس ومكافأة. السواقين تعرف السواقين ياخد في 3000 السواق توا ياخد في 3000 واللي تابعين اللجنة مش الاستشارية الثانية هذه اللي فيها متاع رئيس اتحاد طلبة ما يوم كترة اللجان أنا نتلخبط اللي فيها رئيس اتحاد طلبة متاع ليبيا دليلي 14 سنة فاشل في دراسته وحطين هون رئيس اتحاد طلبة وحطينا في اللجنة العليا أيوة اللجنة العليا مكافحة كورونا فشلة ياخذوا في فلوت وياخذوا في 10,000 دينار مكافأة وهو أساسا عنده 10,000 ياخذ فيها مكافأة يعني مدخولهم بدأ قريب 30-40 ألف في الشهر بين مكافآت بين كذا بين مش عارف شنو يصفر بالتذاكر ما حتى ما يسافروش يمشوا ياخذوا في التذاكر باش يبدلوهم وياخذوا فلوسهم لهالدرجة. والناس تقول لك وين مشت الميزانية؟ الميزانية خنبت وين مشت؟ انخنبت في الهواء يا ربي. انت عابي بتشوفها مستحيل. في مدينة مصراتة تريلا مدينة مصراتة واللي يقد بيقولوا احنا نحبوها ومدينة الصمود مش عارف شنو في تريلا مدري. وايضا للاسف في فساد صار حتى في المنطقه الشرقيه وشفتوا الفيديوهات ونعرضت كانت على صفحه 218 وكيف المركز العزل بتاع طبرق شو صاير فيه الله اعلم. في ناس كتبت قالت لا الفيديو مفبرك مش عارف شنو. عموما خلينا نشوفوا البيان الصادر على اللجنه الاستشاريه في مدينه بنغازي. البيان هو كان تاريخه يوم الامس فيه العديد من التوصيات أبرزها أو عفوا بتاريخ اليوم 3 أغسطس. رقم 1 قفل جميع أماكن التجمعات ذات الكثافة البشرية العالية منها ومنها أماكن إقامة المآتم. 2 إجبار التجار تأجير الأدوات التي تستعمل في المآتم بعدم تأجيرها للتقليل من هذه العادة في الوقت الحالي. 3 قفل جميع المنازل والفيلا التي تستغل لإقامة الأفراح والمناسبات الأخرى. 4 قفل جميع صالات الرياضة والمقاهي التي تأوي بداخلها الزبائن. 5 الالتزام التام من قبل الحلاقين وصالات تزيين النساء بسياسات تباعد الجسد. أنا هذه ما فهمتهاش بصراحة. رقم 5 هو تو في 3 مقايل لك احنا بنسكروا صالات الأفراح مش عارف شي وبنسكروا معاش في مآتم. ورقم 4 قال لك معاش في صالات رياضية. 5 بيطلبوا من الحلاقين وصلاة تزيين النساء انهم يطبقوا سياسة التباعد الاجتماعي. تباب ووصيت ان حتى هم يسكروا. بالعقل. لو انت من جهة تقول اني امرت باقفال الصلاة متاع اقامة المناسبات الاجتماعية وبنسكر الفلل والاستراحات والاشياء هذه اللي حتى هي تستغل لاقامة المناسبات. بعدين دير لي نقطة رقم 5 وعلى الحلاقين ومش عارف شنو اتباع وتزيين النساء اتباع تباعد اجتماعي. اتباع ليش؟ اتباع مرت حتى هم بإغلاقهم يعني شو الفايدة منهم تو احنا يعني في حالة تفشي. با هي السيدة ما بتمشي ماشية مزين وعندها صالة أفراح أنت بيسكرت لها صالة أفراح فشو بتدير به المزين مرة واحدة قاعد. يعني بتخبط قرارات غريبة الصراحة. احنا عندنا مجموعة اخبار ما بيش نركز هلبة تو نمشي نشوفوا مصراتة وفي قوانين ايضا جديدة واللجنة جديدة واغلاق بوابة الدافنية وفي هذه المشاهد طبعا هي اغلب التطبيق الحظر. ففي قانون منع التجول الآن موجود في مدينة مصراتة زي ما نقوله. في بعض الفيديوهات احنا وصلتنا قبل حلقة بدقائق
تو مشاهدينا نمشي نشوفوا داخل مدينه سرت. عموما زي ما نقول انا راهو في مدينه مصراتة تريلا. انا في البدايه كنت نحسبها نشوف فيها صوره تريلا والناس اغلبيتها شافتها من اسبوعين يكتبوا هذا المركز نتاع العزل في مدينه مصراتة. انا كنت نحسبها مبالغه الى اخره. لان تاكدت تماما ان فعلا وين ما بتمشي تدير كشف في مدينه مصراتة تريلا. تخشك يوم دايرين بومشي يوم دايرين واحد تركب عليها وتخش. معقولة؟ لا ونفس القصة حتى هي بتمشي يقول برا بعد ثلاث أيام وكذا. تقول وين الميزانيات؟ وين الدنيا؟ وين العالم؟ وأمس شفت المؤتمر الصحفي اللجنة الجديدة في مدينة مصراتة يتكلم قال المدينة الصامدة. باهي توا راهو مش وقت الكلام هذا. احنا نبوا وعي، نبوا وعي، ارجوكم انتوا دكاترة. انتوا دكاترة قاعدين في الكلام تاع 2011 والافلام هذيك، تويلي توا على الواقع ناش نصاير عندك تريلا يا اخي. مدينة عدد سكانها قريب نص مليون. وفي انتشار كبير وفي عائلات بالكامل مصابة الآن في مدينة مصراتة، في تسجيل صوتي الآن منتشر في أغلب الصفحات يتكلم على المستوى الرديء جدا من الخدمات. والرجل كبير في العمر اللي توفى رحمة الله عليه ما يلقاش حتى من يستقبله. يتكلموا على الأشياء هذه. دكتور الجمل بارك الله فيه، في ناس توا في داخل مدينة مصراتة يلوم على الدكتور الجمل وقالوا وينها والميزانية. الناس هذه ما لهاش علاقة بالميزانية، لا الدكتور الجمل ولا الدكتور بدر الدين النجار، هادم ما عندهمش ميزانية. الناس يحسبوا أن هادو خدوا 500 مليون، هادم ما عندهمش ميزانية. هادو يخصصوا لهم في ميزانية. والميزانية ما وصلتهمش. فالدكتور جمال قدم استقالته بيقول لك مسؤوليه وكذا وتاريخيه وقدام الناس شو بندير. الدكتور بدر وقاعد صامت بارك الله فيه، لان في وعود وعدوه قالوا له قريب. هو قال لهم ما عادش نبي محمد هيثم يتدخل في اختصاصاتي، قالوا له ان شاء الله. صعب لان محمد هيثم حد يقدر يدوي معاه، لكن قالوا له ان شاء الله يعني نوعدوك ان نحاول نكلموا محمد هيثم في هذا الصدد. تو خلينا نمشي نشوفوا بالله اجتماع طارئ كان في مدينة سرت أيضا حول الوضع الوبائي ومدى انتشار كورونا في المدينة. نحن في هذه اللحظات طبعا حصلت حالات اشتباه فيما يخص فيروس كورونا، وهذه الحالات يعني كانت موجبة رغم الإمكانيات الضئيلة جدا والبسيطة والتي لا تذكر، ومع هذا نحن نشتغل على قدم وساق في محاولة حفاظا على أهلنا في بلدية سرت وضواحيها الأخرى. نحن ننبه الآن أهلنا رأوا خوفا عليهم ومن أجل صحتهم. الموضوع ليس كما يهول البعض في صفحات التواصل ان المرض انتشر في بلدية سرت ولا غيرها، لا بالعكس، بلدية سرت هي الان لا توجد فيها هذه الحالات المذهلة والمخيفة نظير المدن الاخرى التي يتمنى ان شاء الله ان يعافوا من هذا المرض ويتم تفاديه بكل الطرق. لكن احنا نحترس دائما خوفا على هذا المرض انه ينتشر وممكن يتفشى وممكن من الصعب التغلب عليه. رأينا أن احنا ناخذ خطوات استباقية لهذا الحظر. الحظر سيكون منفذ كما ذكرت في بالتاريخ واليوم اللي ذكرناه سالف، لكن باقي الأحياء استثنينا من ذلك المحلات التجارية الصغيرة اللي داخل الأحياء ومحلات الماء والصيدليات بصفة عامة، المخابز، الأشياء اللي هي لأنها أشياء تقدم خدمات ضرورية. الاستهزاء والاستهتار بهذا الوباء هيسبب مضاعفات ومشاكل خطيرة جداً تحمد عقباها. وجه أو أنصح الناس أو المواطنين داخل مدينة سرت بالتزام بيوتهم خاصة في هذه الفترة الحرجة والفترة الخطيرة جداً الفترة القادمة. الاجتماع ده كان يوم الأمس، والآن وأنا توا على الهواء مباشرة في اجتماع طارئ آخر داخل مدينة سرت، والملاحظ أن في عزوف مع ازدياد الحالات الآن في مدينة سرت، في عزوف من الأطباء ما يبقوش يمشوا
وفي قوائم، احنا القوائم وصلتنا وعندنا الاسماء، ما بوش نعرضوها تو على الهواء ونتكلموا، لكن بصراحه لو ما فيش حل بسرعه بنعرضها على الهواء. عاد علاش حط اسمك في اللجنه قبل شهرين واخذت فلوس وتو لما بدت الكورونا حقيقه على ارض الواقع ما عادش بدك تشتغل؟ مش معقوله عاد. هو الواجب الانساني والدكاتره والاطباء وملائكه الرحمه، وين هذا الكلام كله؟ مش معقوله. عموما في 24 على 24 الان بيكون الحظر في داخل مدينه سرت، حيسري تطبيقها في الفتره ابتداء من اليوم. كان هذا من امر الغرفه الامنيه المشتركه سرت ومدير امن مديريه سرت ومدير اداره الاداره العامه للبحث الجنائي. حيكون الاغلاق 24 ساعه لمده 10 ايام، هذا اللي فهمناه احنا من البيان. فزي ما قلنا في مدينة سرت الآن ابتداء من اليوم حيكون في إغلاق تام لمدة 10 أيام، نتمنى الالتزام لأنه مهم جدا في هذه الفترة. لمدة 10 أيام حيكون إغلاق تام أو حظر 24 على 24، يعني يوم كامل، يوم كامل حيكون لمدة 10 أيام الحظر تام. المفروض أن في فريق طبيب في بيتك أيضا في مدينة سرت، مش عارفين هل قاعدين يشتغلوا ولا لا. فأي أشخاص عندهم أمراض مزمنة يبقوا متابعة للطبيب يتصلوا معاهم، وعندهم هم صفحة على الفيسبوك. لكن أنا الصراحة توا مش متأكد هم قاعدين يشتغلوا ولا لا، إن شاء الله قاعدين الصراحة في مهمة إنسانية، لأنه مهم جدا الموضوع هذا. أيضا الالتزام يكون مهم جدا بالعشر أيام هذه، لأنها تعطيك صورة واضحة. لو الناس التزمت لفترة 10 أيام حتعرف الإصابات وتقدر تحصر المخالطين، خير ما تبدأ الدنيا مفتوحة ما عادش تقدر تحصر شيء ولا تقدر، لأن احنا في المستوى الرابع الانتشار المجتمعي الآن ليبيا، وهذا اللي قالته منظمة الصحة العالمية، وهذا أمر خطير جدا. تأخذ شوفوا جهاز البي سي آر اللي وصل له تم تسليمه لداخل مدينة سرت، الصور طبعا احنا وصلتنا، أعتقد أنها هي تابعة لوزارة الصحة في الحكومة الليبية، مش عارف الصور عندنا ولا لا. تسليم جهاز بي سي آر لمدينة سرت، الآن هذا الجهاز نشوفه فيه من داخل مدينة، تم تسليمه الحمد لله لمدينة سرت، لأن سرت ما كانش فيها جهاز بي سي آر، كانوا ينتظروا، كان ينتظروا في حكومة الصحة اللي تابعة الوفاق، بعدين ما صارش، بعدين هاو. المهم هي هذه حكومة الصحة التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، وصل الجهاز. هو الخبر جيد، لكن الآن السؤال أمتى بيشتغل وقصة المشغلات، واحنا اول ما ندوا نقول لهم علاش ما تزيدوش التحاليل، يقولوا لنا عندنا مشكله في المشغلات. لكن ان شاء الله يا رب العالمين يدخل الخدمه بسرعه، لان محتاجين، لان الان في مدينه سرت كيف يديروا؟ ياخذوا في العينات ويبعثوا فيها مدينه بنغازي، مدينه بنغازي باش تدير التحليلات، اساسا عندهم ازدحام. فقصه، ولما المدينه يكون فيها انتشار لازم تكون عندها تحليلات في داخلها، يعني باش تقدر تكون عندك صورة واضحة وتحصر. نفس القصة باش تحصر المخالطين وتقدر تكون عندك صورة واضحة للوضع الوبائي. شوفوا الآن مدينة طبرق اللي تم الإعلان أن فيها 22 حالة مصابة بفيروس كورونا، اللي أكدونا زميلنا خالد محمود مراسل قناة 218 في طبرق، أن الـ 22 حالة حالتهم مستقرة، أو 22 إصابة بفيروس كورونا الموجودة في مدينة طبرق حالتهم مستقرة، وفي يعني في بوادر خير، وان اغلبهم عندهم اشعارات. بعدين قالوا لنا لا، ممكن في حالة واحدة هي حالتها حرجة موجودة في مدينة طبرق، اتمنوا لهم الشفاء العاجل كلهم. طبعا بلدية طبرق زي ما تشوفوا في البيان كان لها العديد من التوصيات والمقترحات. رقم واحد، قفل صلاة الأفراح 14 يوم، قفل المقاهي لمدة 14 يوم، قفل التشاركيات الخاصة 14 يوم، منع إقامة مناسبات أفراح ومآتم، التردد على الإدارات في أضيق الحدود، وعدم السماح بالمراجعة إلا بارتداء الكمامات،
الإعازة للإدارات المحلية بتقليل عدد الموظفين لديهم عدا الجهات الأمنية والخدمية المهمة، إعلام جميع الجهات الأمنية والمباحث العامة والحرس البلدي بتكثيف دوريات مستمرة بالإضافة إلى القوات المسلحة والدعم. يعني ما توصيات مهمة جدا الالتزام بها لمدة 14 يوم الآن مهم جدا الصراحة، وتقدر تسيطر زي ما قلنا هو العدد مش كبير، لكن أيضا 22 حالة عندهم مخالطين بكل تأكيد، يعني فالمفروض أن فرق التقصي الآن تحصرهم تأخذ المسحات في أسرع وقت ممكن باش تكون عندك صورة واضحة. وإذا الآن هناك بعض الأطباء يوصوا علينا كل من عنده إصابة كورونا وأعراضها خفيفة معاش في داعي إنه يمشي مركز عزل، لأن إحنا الله غالب مركز العزل الآن تقريبا كامل معبي الآن، فأفضل حل إنك تقعد في المنزل وفي مجموعة أدوية بروتوكولات إحنا في خلال الحلقات القادمة حنجيبوها، حيكون معنا دكتور باش يحكي لنا أكثر على الموضوع، إن حتى البقاء في المنزل ما دام الأعراض خفيفة وفي ناس ما طلعتش عليها أعراض أساسا مش ضروري إنه يتوجه لمركز العزل. مركز العزل للحالات الحرجة، حالات اللي تحتاج متابعة بشكل يومي، فهذا أفضل وباش نحط نساعده بعض باش يكون في متسع للجميع وخاصة للكبار في السن والناس اللي عندها أمراض مزمنة. دخل نشوفوا الآن إنشاء مركز لعلاج مصابي كورونا في صبراتة، أعلنت عليه وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ومهم جدا أيضا في صبراتة لأن مدينة تعتبر يعني تقدم في خدمات كبيرة وفيها كثافة سكانية، وإحنا الصور زي ما قلنا تحصلنا عليها من الصفحة الرئيسية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق. إذن مشاهدينا توخى نشوفوا قبل ما نمشي منظمة الصحة بناخذ شوية تعليقات، أنا الناس يبونا نقرأ التعليقات على سؤال الحلقة، ما هو سبب إنكار عدد لا بأس به من مواطنين؟ الأخ مندر صلاح قال ما فيش إنكار لا شيء، الناس كلهم متأكدين إن في كورونا وخاصة بعد الموجة الأخيرة وازدياد الكبير في أعداد الحالات، لكن الحكومات للأسف هي من تنشر الشائعات على أن الناس لازالوا منكرين للكورونا، وذلك للأسف لتغطية على فشلهم في احتواء الأزمة والحيلولة دون وقوع المحظور وتحول كورونا في ليبيا إلى مرحلة الوباء. وزيد على ذلك أن الحكومات متهمة بشكل مباشر في التسبب في هذه المرحلة وازدياد الكبير في عدد الحالات نظرا لقيامهم باستقبال آلاف العائدين من الخارج دون التقيد بالمقاييس العالمية للحجر الصحي، فلا تستخدموا، هو مش عارف اتهام لنا، ما يعني ما احنا مش مع الحكومات. اخ مندر انت قلت فما تستخدموش مثل هذه الاشياء للدفاع عن الحكومات، بالعكس احنا من اوائل الناس اللي تكلموا عليه، اول ناس في ليبيا تكلمنا عليه موضوع مسؤولية الحكومة وكيف انه مفروض الاجراءات تبع الاجتماعي، كانت قناة 218. فشكرا، لكن عموما كلامك اغلب رائع. أبو القاسم الصيد قال السبب هو التقصير الإعلامي من حيث التغطية العالمية، وسبب تاني عيب في وزارة الصحة اللي ما قامتش بدورها. أيضا الأخ أسامة قال التقصير الإعلامي والتغطية العالمية لها دور كبير، وأنا فعلا الصراحة أنا القنوات اللي التابعة للدولة هي اللي عليها اللوم كبير، فيش تغطيات وفيش كذا، ونتبع حتى في قناة الرسمية احنا نطلع هنا في خليك في الحوش نقوله راه ما فيش مراكز عزل راه كذا، نجيبه في اخبار نجيبه في صور، بعدنا يطلع عمهم الهادي بيقول لا ما تسمعوش الناس اللي قالت ما فيش مراكز عزل، يعني هو البول احنا نديره حلقة من هنا هو يطلع يكذبنا من هنا، فنبي نعرف توه هو شن موقفه امام الشعب الليبي. وانا في البداية قلت لهم انا لما الصراحة شفته ويستضيف فيه المركز الوطني وزارة الصحة وياخذوا في رايه في الموضوع خفت، تقول يعني هي الكورونا متعاركة مع كنتها بنت رجلها لزتها من الحوش، المواضيع هذه هو يحل فيها واوكي ماشي الامور، واحد حط امه في دار العجز نعرفوه هكي احنا دوت هكي، وهذه حاجات اللي يدوي عليها ويفهم فيها من زمان، تو بدا يدوينا على الكورونا والكورونا ومتصدقوش وراه الدوله موفره
وراهو اسمعوا يا شباب يخبط في ذا على الطاوله في خيرك انت شو انت ليش تدافع عليهم الحكومات بسيدي مدامك تدافع عليهم اطلع اعطينا بيان قول لنا الفلوس وين مشت مدامك وطني وحريص لهالدرجه طالع ومتصدق ولا وشادها يعني عينك يعني ما تصدقوش اللي يقولوا ما فيش مراكز عزل ما تصدقوش مش عارف مني بي وين مراكز عزل بيصورونا يا سيدي احنا نكذبوا انتوا اطلعوا صوروا كذبونا بالصوره مش بالكلام مش نطلع انا نجيب صوره انت ترد علي كلام لا جيب لي فيديو انت اللي في البلاد انتوا قناه دوله انتوا قناه دوله عندكم مراسلين وكاميرات ولا صورونا جيبونا قولوا لنا هذا المركز كذا اهو سعته اهو في اسره فاضيه مش معقول الصراحه ويكذب على الناس ورجل كبير في العمر تحط في روحك في هالمواقف لا نغلب الناس توا بيقعدوا يقولوا في كلام بيقعدوا حتى قدام صغارك واحفادك توا يشوفوا فيك هيك الناس تدبي عليك شو بيقولوا به ربي يهدي الصراحه ربي يهدي ما فهمتش رجل عمره 80 سنه وقاعد يدوي يعني من يمات الدكتور محمد والساعدي والقصص القديمه هذيك هو نفس الاسلوب سبحان الله معمر فبراير فجر ليبيا بركان ماشي الامور سبوبه عموما تو خلينا نمشي نشوفوا منظمه الصحه العالميه اللي صراحه كان في تصريح خطير قال لك منظمه الصحه العالميه قد لا يوجد حل لازمه كورونا وحذرت منظمه الصحه من احتمال ان ما يكونش في حل سحري للقضاء على فيروس كورونا اللي انصاب به ملايين حول العالم السيد تيدروس أدهانوم المدير العام للمنظمه ومايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمه الصحه العالميه قالوا ان كل الدول يجب ان تطبق وان يكون التطبيق صارم للتدابير الصحيه مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين واجراء الفحوص وايضا اضاف السيد تيدروس في افاده صحفيه عبر الانترنت الرساله موجهه للناس والحكومات واضحه التزموا بالتدابير كلها وأضاف أن الكمامات يجب أن تصبح رمزا للتضامن حول العالم الكمامات دائما شددوا على النقطة هذه الكمامات أيضا أضاف تيدروس وقال اللقاحات الآن في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ونأمل أن يكون عدد اللقاحات الفعالة التي يمكنها وقاية الناس من العدوى لكن لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا وقال ريان كبير الخبراء كبير خبراء الطوارئ طبعا الدول اللي تتزايد فيها معدلات العدوى كالبرازيل والهند بحاجة استعدادات لمعركة مضيفا أن طريق الخروج طويل ويتطلب التزاما مستداما وأشار مسؤولو منظمة الصحة إلى أن فريقاً استقصائياً وهذا كلام مهم جداً فريق استقصائي تحضيري مرجعش لغاية الآن من الصين التي نشأ فيها الفيروس من المقرر إرسال فريق أكبر يضم بعض الخبراء الدوليين والصينيين ودوليين في المرحلة التالية لمعرفة منشأ الفيروس في مدينة ووهان لكن توقيت إرساله وتشكيله لم يتضح لغاية الآن النقطة طبعا دائما يركزوا على الكمامات إن في الوقت الحالي الكمامات تفرحوا بأخبار اللقاحات وكذا لكن راهو ممكن مش حل وللأسف الآن أغلب الأخبار أنا نشوفها حتى أنا تطلع لي في الفيسبوك إن في لقاح مش عارف وين اللقاح الصيني اللقاح الروسي هذه أغلبيتها دعايات للشركات مش حقيقية في أرض الواقع ما فيش إلا أوكسفورد الآن وفي مراحل سريرية وهذه أمور مرتبطة ببروتوكولات وأمور معقدة جداً جداً لإنتاج مثل هذا اللقاح إذن ممكن نعيشه إحنا سنة أو سنتين نحكي على العالم الآن إنه ممكن العالم بيعيش سنتين أو ممكن ثلاث سنوات مع فيروس كورونا ممكن ما يكونش في حل ممكن بنستمر خلاص لكن مع ازدياد الإصابات بيكون في هالبناس عندها مناعة معاش بعد سنة معاش بشكل خطر كبير زي ما شكل فيه تو وزي ما شكلها في إيطاليا وأسبانيا وبدرجة أقل فرنسا وفي دول الخليج في دول شمال أفريقيا إصابات فهذا أمر مهم جدا أيضا نقطة وتبين لك أن الصين في قصص غريبة قاعدة تصير في الصين لأنه قال لك بعتنا الفريق اللي موجود تابع منظمة الصحة العالمية
والخبر هذا كان عندنا احنا في خليج الحوش قبل شهر ونص او شهرين تقريبا، ان منظمه الصحه العالميه بعثت فريق لووهان تحديدا باش تعرف مصدر الفيروس. لغايه الان الفريق ما رجعش. فمنظمه الصحه العالميه بتكون فريق اكبر من خبراء دوليين وبيضيفوا لهم صينيين وبيبعتوه ايضا لووهان مره اخرى باش يعرفوا مصدر الفيروس. وهنا نرجع لكلام ترامب، ممكن هالبناس تلوم في ترامب ويعتبروا فيه يعني ما كانش عنده وعي كبير وتأخر في ارتداء الكمامة، لكن الصراحة في النقطة هذه عنده الحق، كان اتهامه واضح للصين، وكان حتى لما يتكلم على كورونا يقول الفيروس الصيني، يعني كأنه مش بمعنى أن الصين صنعتها وبعتتها للعالم، لا، بمعنى أن هم دسوا الموضوع، أن هم تأخروا في إعلانها، أن هم كانوا يعرفوا مدى خطورة الكورونا الكوفيد 19 تحديدا منذ البداية، لكن ما تكلموش، قعدوا ساكتين، حاولوا يسيطروا على الموضوع وما قدروش. فلما انتشر العالم بدوا يطلعوا لنا فيديوهات، لان صعب حتى احنا في القناه هنا صعب باش تحصل الفيديوهات، حتى الرويترز صعب تحصل فيديوهات من داخل ووهان تحديدا، ما بتقدرش، منين بتحصل؟ الصين مسكر على روحها في موضوع الانترنت، الفيسبوك مش زينا، عندهم شبكات ثانيه سوشيال ميديا، فمعزوله مواضيعهم بروحها مسكره، ما بتقدروش نخترقوها ولا تقدر توصلنا فيديوهات من داخلها. موضوع انا نعرف دكتور صديق من داخل الصين، مره تكلمت قلت له نبو تكلموا على الصين وتاخرها، قال لي ما نقدرش بالحرف الواحد، دكتور ليبيا، قال ما نقدرش، نخاف الصراحه، ويخاف يتكلم منه ويمسكوه. هذه في الصين يعني الدوله الكبيره. طيب خلينا نمشي مشاهدينا، ومع انتهاء موسم الحج نخلوكم مع صور جميله في هذا الفاصل. والحمد لله مع انتهاء موسم الحج السنه هذه لم تسجل اي اصابه بكورونا في داخل بيت الله الحرام. نخلكم هذه المشاهد ونرجع لكم تاني. We'll be right back.
لان مشاهدينا الكرام لازلنا متواصلين معاكم في خليك في الحوش. تو خلينا نمشي نشوفوا اخر الاعلان اللي عناته الخارجيه الامريكيه عفوا، والمساعدات الامريكيه للبلدان المغاربيه لمواجهه جائحه كورونا. المبالغ بالضبط كم كانت لكل دوله؟ هذه المساعدات قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لدول المغاربية، هي قدمت لأغلب دول العالم الثالث اللي عندها مشاكل في قطاع الصحة. فهذا كان الإعلان على المبالغ اللي أعطتها للدول المغاربية، يعني شمال أفريقيا. إحنا ليبيا كان الحصة الأكبر، خدنا 13 مليون دولار، المغرب 7 مليون، الجزائر 4 مليون بوينت واحد، يعني 4 مليون ومئة ألف، وتونس 1,400,000، تصوروا يعني فقط 1,400,000، احنا اخذنا 13، تونس 1,400,000 فقط. ايضا موريتانيا اخذت فقط 800,000 دولار. هذه الارقام تضاف طبعا للميزانيه اللي رصدتها الحكومات اللي كان يعني تابع لحكومه الوفاق، وايضا الحكومه الليبيه. الان في خبر الصراحه ايضا مخيف، وبين أن دول العالم الثالث فيها تهاون وعدم تقدير لأرواح البشر. الخبر نشرته البي بي سي على إيران. إيران اللي تزور في أعداد الوفيات في داخل بلادها، والتحقيق اللي أجرته بي بي سي الفارسية قالت فيه أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا في إيران هو 3 أضعاف ما تدعيه الحكومة الإيرانية. ويبدو أن السجلات الحكومية الخاصة تظهر أن 42,000 شخص ماتوا بسبب أعراض كوفيد 19 مقابل 14,000 فقط اللي أعلنت عليهم الحكومة أو اللي أبلغت عليهم وزارة الصحة رسميا. وعدد الأشخاص المعروف أنهم مصابون هو أيضا ضعف الأرقام الرسمية. يعني إيران أعلنت أن عندها 278,000 إصابة، لكن العدد الحقيقي هو تقريبا 500,000 إصابة منذ تفشي الفيروس في إيران. وشكك العديد من المراقبين في الأرقام الرسمية، كانت هناك مخالفات في البيانات بسبب أو بين النسب الوطنية والإقليمية واللي تحدثت عنها بعض السلطات المحلية. إذن الصراحة احنا للأسف دهمنا الوقت، ما قدرش ناخذ رسائل صوتية اليوم. بخلوكم في لقاء مهم جدا جدا مع الحكم محمد الهوني اللي انصاب الفترة اللي فاتت بفيروس كورونا، ونقول له أولا ألف حمد لله على سلامتك، هو تعافى تماما من الفيروس، لكن أيضا عنده ملاحظات وعنده بعض الأشياء اللي عاناها في داخل فترة إصابته وأيضا في داخل مراكز العزل. ونقول له كل الناس اللي تفاعلت معنا، وفي أحد الأشخاص قال لي الآن عمك الهادي يحبوها، او عمك انت عمك الهادي يحبون الناس كلهم. مش عارف هل يعني سالت الناس كلهم او لا. احنا في الان الناس تلوم وتقول الاعلام والاعلام والاعلام. فعلا انا نضم صوتي، وين قنوات الدوله؟ قنوات الدوله طالعه كلهم، قنوات الدوله التابعه للوفاق، قنوات الدوله التابعه لل، يبرروا لوزاره الصحه في الاخطاء، ويجيبوا في اخبار مزيفه ويقولوا لكم ان في مراكز عزل وان في كذا، وهذا كله غلط، هذا كله كذب. والأمر الواقع الآن صاير، اللي صاير في طرابلس، في سبها، في مصراتة، في بنغازي، في طبرق، ما فيش شيء. ما عندناش قدرة للأسف الشديد. بلادنا نحبوها نتمنوها في أعلى المراتب، لكن الواقع يقول إن ما في شيء. وشخصيات محسوبة على أعلام وكذا، وقال لي تو يحلوا في مشاكل، مش عارف مشاكل. أنا نعرف لما نكون أنا متورط في أمور ونطلع أنا كعبد اللطيف مثلا ناخذ في حاجة من وزارة الصحة هذه ولا وزارة الصحة هذه، ما عادش نقدر، لأن خلاص أنا واخذ.
فهذا اللي صاير الآن، هذا اللي صاير في أغلب المؤسسات الإعلامية وخاصة اللي تابعة الدولة. بالنسبة لقناة 218 أفرضت ساعات وساعات للتغطية حول كورونا، وهي أول قناة ليبية، أول قناة في شمال أفريقيا كانت قناة 218 تنقل برامجها من المنزل بداية فترة كورونا، أول قناة في شمال أفريقيا نقلت، مش في ليبيا، في شمال أفريقيا قدمت نشرات الأخبار وبرنامج لايف وبرنامج البلاد وبرنامج العشية أيضاً، الانترتينمنت والترفيه من 16 قناة في هذه الفترة هي قناة 218. فما يقدر حد يلوم على 218، وخاصة في الجانب التوعوي وإعطاء الأرقام والبيانات الحقيقية. وإحنا من البداية حذرنا من الكورونا، قلنا بتوصل لليبيا، الحمد لله وصلتنا متأخر، فقلنا آه الحمد لله وصلتنا متأخر، ما بنكونوا جاهزين وعندنا مراكز عزل وعندنا مستشفيات، لكن هذا كله ما صارش للأسف الشديد. مشاهدينا تو نخليكم مع هذا اللقاء مع الحكم والأستاذ محمد الهوني اللي تعافى من كورونا، قولوا له ألف لا بأس عليك، ونتلاقى معكم وضوة في نفس الموعد، خليك في الحوش للقاء. أصبت بتاريخ يوم 6/7 بفيروس كورونا، استمر معي الفيروس هذا لمدة 24 يوم، كنت نزيل بمستشفى الهواري العام في قسم العزل. كيف انتقلت العدوى هذه الشيء اللي إلى الآن مش مؤكد 100%، ما نقدرش نعطي تفاصيل كاملة عليه. طبعا قبل حصول العدوى طبعا أنا كنت في العمل، يعني كان من شروط العمل اللي هو التباعد، وكان من شروط العمل هو ارتداء الجلافز والماسك بشكل يومي، وحتى يعني أيام الحجر يعني اللي كان مفروض من السلطات، يعني كنت محافظ في البيت ما كنتش نطلع، كنت مبتعد اجتماعيا بشكل كبير، ولكن هذه مشيئة الله وقدر الله ما شاء فعل. تاريخ 6/7 ظهر علي الأعراض اللي هي ارتفاع شديد في درجة الحرارة، أيضا طلع معي الصداع الشديد، أكرمكم الله صار معي شوي إسهال، كانت عندي الكحة الجافة في نفس اليوم، يعني اللي هو يوم الاثنين يوم 6/7 مشيت طول مستشفى بنغازي الطبي، حكيت لهم على الحالة متاعي، حولوني على قسم الخاص بفحص الفيروس هذا المنتشر الجديد، فخشيت للقسم الجديد هذا، خذوا مني المسحة اللي تسمى السواب، المسحة الأنفية، قالوا لي أو نحن ما عندناش مكان للحجر، تحاول أنك تحجر روحك في حوشك يومين لين تطلع النتيجة. قعدت نستنى يومين ما طلعتش النتيجة، مشيت للمستشفى بعد يومين، حاولت أني أسلم على النتيجة لأن الأعراض زادت عندي، زادت درجة الحرارة، زاد الصداع، زادت الكحة معايا، صار لي جفاف في الحلق، قلت لهم شو صار في النتيجة، قالوا لي نحن ما عندناش المواد اللي نخدمه بهم في التحليل، خلونا نديو لك تحليل الدم السريع ونشوف النتيجة شن تطلع معك. دولي تحليل الدم السريع طلعت النتيجة معايا نيجاتيف، اللي هي هذه كان التاريخ 8/7 أطلعت معايا النتيجة نيجاتيف، قالوا لي أوكي خلاص أنت هيك مانكش مصاب، تقدر تطلع تشوف تمارس حياتك وتطلع من الحاجة اللي كنت كان مفروض عليك. طبعا أنا خشيت للمستشفى من جديد، خشيت القسم الباطنة، حاولت أني نكشف على الأعراض اللي كانت موجودة عندي اللي هي الصداع والحرارة، خشيت على دكتورة الباطنة، صفت لي بعض الأدوية، خشيت في قسم الملاحظة، قعدت ساعة في قسم الملاحظة، الساعة هذه يعني الحمد لله تعافيت فيها، نشطت فيها، حصلت طاقة جديدة، طلعت من المستشفى، خلطت الأصدقاء، خلطت الأهل، خلطت الأصحاب. اسمع الساعة 11 في الليل 12 في الليل تعبت من جديد، وصلت درجة الحرارة متاعي 42، مشيت للمستشفى اللي هو مركز بغازي الطبي من جديد، لقيت الطبيب المناوب يعني قال لي لا انت لدينا ما فيكش حاجة، ممكن تاخذ بس حبة بنادول وتريل عند بكرة الصبح. او واحد للحوش لقيت الاخوة متاعي المركز الوطني الدكتور حسين العوامي متصل بي وبعث لي رسالة قال لي نحن لازم تجينا للمركز ولازم تواصل معنا. فطبعا تواصلت معه، قال لي نتيجتك متاع البي سي ار اللي اخذناها منك يوم 6/7 طلعت نتيجتها موجبة، وقال لي توا لازم تمشي المستشفى الهواري العام. مشيت المستشفى الهواري، حقيقة كان الاستقبال جيد، كان طاقم الطبي على مستوى عالي، التمريض على مستوى عالي، جميع الخدمات بمستشفى الهواري العام كانت على مستوى عالي.
طبعا كان بين النتيجتين السالبه والموجبه. طبعا النتيجه السالبه تحصلت على الساعه يوم 8/7 الساعه 3 مساء. النتيجه الموجبه تحصلت عليها او بعد جاني الاتصال عن النتيجه الموجبه كانت تقريبا الساعه 1 ليلا بتاريخ 9/7 لفجر يوم الخميس. طبعا مده العلاج استمرت معي لمده 24 يوم عندما طلعت النتيجه النهائيه من الفيروس اللي هي النتيجه السالبه بتاريخ 30/7. طبعا الايام الاولى كان كل الادويه يعني الموجوده داخل المستشفى هي ادويه لعلاج الاعراض، يعني ما فيش دواء معين للفيروس. طبعا اذا كانت ارتفعت عندك درجه الحراره يعطوك المخفض، اذا جاك الصداع يعطيك البنادول، اذا كان عندك اسهال او حاجه ثانيه يعطوك المضادات الحيويه الثانيه الخاصه بكل عرض يطلع معك. طبعا لما انا خشيت للمستشفى كانت قدامي 39 حاله، كنت انا الحاله رقم 40. قعدت في خلال الفتره هذه في المستشفى لقيت جميع الاعمار، لقيت الاطفال، لقيت الشيوخ، لقيت الشباب، الجميع من جميع الاعمار يعانوا هذا الوباء. حدثت وانا موجود في المستشفى حالتين وفاة، حدثت لرجل كبير من السن وحدثت وفاة لشاب يعني صغير في الأربعين من عمره. الوضع يعني داخل المستشفى الكل كان يشكو من سوء التحاليل، يعني الكل كان يشكي من المدة اللي هي مدة التحاليل طول المدة، يعني لما يحطوك في المستشفى انت ما عادش يعودوا لك التحليل الا بعد 20 يوم، ممكن بعد 15 بعد اكثر من 15 يوم، يعني 20 يوم 25 يوم، فيما اللي قعد مده التحليل بتاعه 30 يوم باش ياخذوا له مسحه ثانيه، كل السبب بعدم وجود المواد اللي يخدموا بهم في التحليل يعني. طبعا لما جتني لما سمعت بالخبر الحالتين وفاه وانا موجود في المستشفى اكيد خبرت على نفسي، حاولت اني نرفع معنوياتي نقوي المناعه بتاعي باش نساعد بصراحه نقضي على الفيروس. وفعلا حتى كانت في حاجه ثانيه، يعني كانت الوفيات يعني الوفاه للرجل الكبير من السن كان عنده مرض مزمنه واجد، الشخص الثاني ممكن كان عنده برامج ثانيه والله اعلم، يعني ما نقدرش نفصل فيه مظبوط. هو فعلا كان شاب لكن كان يعاني من بعض الامراض. حاولت اني ندعم نفسي نقوي المناعه بتاعي باش اني نقضي على الفيروس هذا بصراحه. والله اول حاجه خلينا نبدا بالناس اللي ما هيش مصدقه قصه الكورونا، نقول ما الكورونا موجوده، الكورونا ماهيش في ليبيا بس، ما ليبيا ليش ما تبيش تجي الكورونا؟ ليبيا اكيد حتجي الكورونا، وبالعكس جت ووصلت فينا وخذت مننا ارواح وخذت مننا الشباب وخذت مننا الشيوخ، خذت مننا النساء، خذت مننا الاطفال. الكورونا هذا شيء خطير لازم تصدقوه. انا اللي عندي اليوم يعني نعاني من المضاعفات اللي خلف لي المرض، ان شاء الله ربي يمن علي بالشفاء سريعا. هذا الشيء يعني شفتها بعيوني انا الكورونا، يعني انا من البدايه كنت مصدق وزدت شفت وتاكدت من الشيء هذا بعيوني. النصيحه اللي نحب نقدمها لكل الليبيين يعني وجميع المشاهدين وجميع مش في ليبيا بس حتى في العالم في الوطن العربي اللي يسمعني، لازم ينتبه للشيء هذا، لازم ياخذوا الاجراءات الاحترازيه، لازم ياخذوا المسافات القانونيه في الاجتماعات، في الاماكن المجمعه، في المولات، في الاسواق، في المقاهي، في الشوارع، في جميع المناسبات، يعني لان المناسبات نحن نقولوا في ليبيا عندنا الافراح والمآتم، لازم نقسم السلام بالاحضان ولازم نقسم السلام باليد، او نقسون هن المناسبات هذينا مش ضروريه يعني ان الواحد يزحم فيها. لان شوف انا لما خشيت للمستشفى كانت عدد حالات الاصابات في ليبيا كانت 1000 حاله، لما طلعت بعد 24 يوم تفاجات لقيت عدد الحالات 3100 حاله.